السلام عليكم مرحبا بكم اليوم معنا في لابريزونطاسيون دو كاتالوج شاب سو ديال اوريفلام معكم حسنه مسؤوله تجاريه في جهه الرباط سلام القنيطره السلام عليكم مرحبا بكم اليوم معنا في لابريزونطاسيون اللي غنلونسيوها ديال لو كاتالوج ديال شهر سعود دونك كنقدم لكم نفسي معكم اسماء مسؤوله تجاريه في شركه اوريفلام في جهه الرباط سلا القنيطره دونك كنرحب بكم بزاف الحضور ديالكم لهاد لا بريزونطاسيون ديال شهر سعود اللي درناها بواحد الطريقه اللي هي مختلفه اللي هو الاونلاين لان الاونلاين هو واحد الوسيله اللي فعاله وسهله وكتقربنا منكم بزاف خصوصا الناس اللي بعاد على لي برانش اللي ما كيتمكنوش انهم يحضروا في لي بريزونطاسيون ولا في لي لونسمون اللي كنديروا ديال لي كاتالوج غادي نبارطاجي معكم لا بريزونطاسيون ديالنا اول حاجه نبغيو نهنئوا واحد السيدات اللي دار واحد المستوى متميز هذا الشهر هذا دونك كنهنئوا هند كونش مدام جواله تهاميه اللي تمكنوا انهم يحققوا مستوى ديال ديريكتور هذا المستوى هذا اللي كيمكنهم انهم تكون عندهم خلصه شهريه وكذلك من واحد لو شيك بونوس اللي كياخذوه اللي كيستحقوه اللي كيدي القيمه ديالو 1000 دولار اللي هي تقريبا 10000 درهم وكذلك يتاهلوا انهم يمشيو للسيمينار ديال لي ديريكتور باش نتمكنوا اننا نديروا هذا المستوى هذا هو خصنا نديروا مستوى ديال سينيور ماناجر اللي هو 21% 10000 نقطه 6 ديال المرات في العام وهكا كنتمكنوا انه يكون عندنا لقب او مستوى ديال ديريكتور دابا غادي نشوفوا المستجدات وكذلك لو كاتالوج مع حسنه اول حاجه نبغي نذكركم اول حاجه غادي نذكركم بلوفر عيد الاضحى ديال اوريفلام اللي دارت لنا اللي كنسميوه واحد لوفر بون يعني كيجمع ما بين لو كاتالوج 8 ولو كاتالوج 9 وهي لو بارفان امبر اليكسير بواحد الثمن رائع جدا ناقص 50% كانت الشروط ديالو هو اننا نديرو 200 درهم نديرو 200 درهم في لو كاتالوج 8 وناخذوا اي برودوي من الاختيار ديالنا في الكاتالوج تسعود وبهذه الطريقه غادي نحصلوا على هذا لو بارفان رائع امبر اليكسير غير 149 درهم اللي هو ابريسي من بزاف ديال المستشارات ديالنا والزبناء ديالنا عبر العالم دابا غادي نهضروا لكم على نكتشفوا واحد النصائح كما كتعرفوا اوريفلام دائما رائده في هذا المجال ديال موضه المكياج والجمال في العالم وكتبتكر لنا بزاف ديال الحوايج زوينين وكتكون سباقه الوغ ابتكرت لينا هذا الشهر جابت لينا هذا الشهر واحد لي زاستوس والحيل باش نهتموا بالجمال ديالنا والوجه ديالنا وكيفاش نبرزوا الجماليه ديالنا الوغ هاد لي زاستوس هادو كنديرو نلقاوهم كنلقاوهم بهاد الطريقه
طريقة الكيو آر. alors le كيو آر هو واحد لابليكاسيون اللي كندخلوا ليها وكنقدوا ناخذوا نتفرجوا في دي فيديو اللي فيهم كوم جي دي ديزاستوس ديال لو ماكياج. alors le catalogue سود, le catalogue سود غادي نشوفوا فيه ان شاء الله الجديد والعروض المتميزه ديال هذا الشهر. alors الجديد غيكون هو لو ماسكارا دو موان نون كومبرومايز, لي بروس دو بور لو ماكياج اي لو روج ا ليف اولترا مات دو موان اي وبزاف ديال لي زوتر برودوي. كيما قلت لكم باش نستافدوا من هاد لي زاستوس والنصائح اللي كتمنح لينا اوري فلام. الوغ المساله سهله وبسيطه بزاف, اللي هنا هو اننا نتيليشارجيو, اولا نتيليشارجيو لابليكاسيون كيو ار سكانر, نتيليشارجوها في التليفون ديالنا ونحلوها. فاش كنحلوها كنسكانيو بالكاميرا ديال التليفون ديالنا هاد لو كود هذا الصغير اللي كيبان لكم في الشاشه, ومن بعد كنكليكيو عليه وكندخلو وكنتفرجو اونلاين في بزاف ديال لي فيديو كيما قلت لك. عطاونا دي زاستوس كنديرو دي زاستوس, هاد المره هادي غتلقاو دي زاستوس على كنديرو نستعملو الفرشات لي بانسو ديال لو ماكياج, وكل وحده علاش كتصلح. وفي الصفحات ديالنا ديال لو كاتالوغ غادي تلقاو هاد لي بانسو هادو, كل بانسو مع لو برودوي علاش كتصلح. المجموعه اللي عندنا اكطوالمون كتكون من 6 ديال لي بانسو داكور. الجديد ديال اوريفلام كيما قلت لكم في هذا الشهر هو لو ماسكارا دو وان. الوغ كيما كتعرفوا لان ماشي كلشي كنلقاو في لو ميم ماسكارا, نقدو نلقى واحد الماسكارا اللي كدير لنا كتكتف لينا الرموش ديالنا وتكبر لينا الحجم وبزاف ديال الحوايج, ولكن ما فيهاش حاجه اخرين, يمكن ناقصه دي فيتامين, يمكن ناقصه, يمكن تسيح لينا الى عرقنا ولا صهرنا بزاف ولا شي حاجه ممكن تسيح بحال هاد لي زيماج هادو, هاد ليكزامبل ديال هاد لا فام. الوغ سي فري كو الماسكارا اللي استعملتها دارت لها لفي اللي بغات زوين بزاف, مي من بعد مع صوالة ضحكات بزاف حتى جاها لو فوغير ولا نزلو لها الدموع ولا عرقات ولا هذا, الوغ الشكل ما كيبقاش هذاك الشكل اللي كنبغيو. سي بوغ سا كو اوريفلام جابت لينا هاد الماسكارا نون كومبرومايز باش نحصلو على دي سيل كبار ومش كبارين كي غيستيو الماء والعرق وسهل اننا نحيدوهم. الوغ ثلاثه ديال الحوايج كتحقق لينا, وغير نذكركم بان اوي فلام لي ماسكارا ديالها كاملين رائعين وغنيين بدي فيتامين, يعني واخا نستعملوهم لمده شحال ما بغينا ونستعملو يوميا ولا جوج مرات في النهار ولا هذا ما نخافوش منهم باسكو غنيين بلي فيتامين سورتو لا فيتامين او. الوغ ومن بعد فاش ما نستعملوهمش الوغ الرموش ديالنا ما كيطيروش, كيبقاو هما هما كيحافظوا على الصحه والجماليه ديالهم. الوغ لا الماسكارا دو وان نو كومبرومايز كتحقق لينا واحد لو فوليوم واحد الحجم اكبر, هي جربناها على نساء و93 من هاد النساء هادو سون داكور, كدوم 24 ساعه يعني نقدو نفطرو بها ترانكيلمون سورتو في الصيف وهذا, نبقاو بها نهار كامل الا كنا خدامين ولا النساء اللي كيبغيو يكونوا بنات وماكيين نهار كامل. سهله للازاله بالماء والماء الدافئ. هاد الماسكارا بتقنيه لا تكنولوجي تيوب. شنو هي لا تكنولوجي تيوب؟ هي واحد لي ميني تيوب كيتكونوا على الرموش ديالنا باش كيتزاد الحجم والطول ديالهم, كتنظف بسهوله كما قلت بالماء الدافئ كما قلنا بطريقه سلسه وسهله, وما كيبقاش الاثار ديالها على الرموش, والرموش من بعد كتستعد شكلها الطبيعي. الوغ مع الماسكارا دوان نقدو نضحكو
نضحكوا حتى نبكيوا بالضحك الوغ ما نتمنوش انكم تبكيوا بالعكس الوغ تضحكوا وتكونوا ناشطين دائما مع اوريفلام الوغ وكتريزيستي الماء ونقدوا كما قلنا نقيدوا غير بالماء الدافئ بيان سور كاين واحد لوخ ديال لونسمون اللي حصري جدا باسكو لو ماسكارا جديده اللي هو انها كتخرج ب 52 درهم فقط هذا ان بري دو لونسمون كما قلت ولوخ اللي كاين اكطوالمون هو انني الا شريت جوج ديال الماسكارات تاع فابور وبهذه الطريقه كنقدم الفوق حتى 209 ديال الدراهم كما هضرنا على لي بانسو الوغ هنايا كما قلت عندنا 6 ديال لي بانسو كل واحد ولا يش كيصلح الوغ الجديد عند اوريفلام ان هاد لي بانسو ديجا كل واحد وبريسيل واحد لو ماكياج واحد لا بارتي معينه من الوجه ديالنا هاد لي بانسو علاش سي لا طوندونس ديجا وعلاش باسكو كيمكنونا من تحديد ملامح الوجه وبالتالي كنحصلوا على واحد الماكياج بروفيسيونيل و تري بريسي الوغ دابا اوريفلام دات ليهم ان كوداج comme le codage universel, واحد لي كود, d'accord, avec un poignet en bambou, c'est-à-dire durable ou naturel, ou une fourchette, كتلقى واحد الفورشيت كل وحده والشكل ديالها, par exemple, هذه اللي في التصويره هي incliné spécial pour le farajo, alors ما كتمحرشينش رطب بزاف, le poil ديالهم ultra doux, رطب بزاف سهل اننا نتويهم من لابودغ ومن هنا كما قلت ان كل وحده والشكل ديالها حسب الاستعمال ديالها وشويه ترطبه وما كيطيروش يعني الا استعملناهم ما غاديش يبقى هذاك الزغب ديالهم في الوجه ديالنا ولا شي حاجه الوغ لو برودوي باش مصنوعين ان برودوي زوين بزاف وذات جوده عاليه الوغ كاين الماسكارا الاولى E04 كيما قلت لكم كل ماسكارا فيها ان كود الوغ هاد الماسكارا صالحه لي سورسي سبيسيال بور لي سورسي الماسكارا F01 هي لا بودغ F02 سي صالحه لي انكليني وصالحه بور لو فاراجو سبيسيال لو F04 سبيسيال بور لا بودغ ou le F05 spécial pour le correcteur. Et d'ailleurs, la gamme de One, j'ai pris le rouge à lèvres, une tendance des couleurs, ultra tendance qui m'engoute, qui nous moumoute d'Afouila. فيني مات اكستريم واحد لا كوفرونس يعني تغطيه شامله وكيبقى اكثر من 11 ساعه وان كونفور اكستريم علاش لانه مالغري كو لي روج ا ليفغ اللي كيكونوا مات كي نورمالمون كينشفوا لي ليفغ وهذا او نيفو زعما في جميع الماركات العالميه ولكن لي روج ا ليفغ ديالنا اللي ابتكرت لنا اوريفلام هذه المره دوال هما رائعين جدا علاش لان مالغري كيل سومات الوغ كيخليو لنا لي ليفغ ديالنا رطب علاش لانهم كيحتويو على دي فيتامين حتى لو روج ا ليفغ دوال اليوم لو بري دو لونسمون ديالو هو ب 59 درهم فقط واللي رائع جدا هو اننا نقدروا نحصلوا على لي طوندونس كاملين اننا غادي نخلصوا اربعه وغادي ناخذوا جوج فابور كيفاش سي كو كنشريو جوج والثالث كنحصلوا عليه فابور الوغ في هذه الحاله غادي نقدروا نوفروا حتى 179 درهم غير في هاد لي غير في هاد لو غير الى شرينا دو روج ا ليفغ ونحصلوا الثالث gratuitement. الجديد كذلك عند جورداني جولد لا غام جورداني جولد الغنيه عن التعريف عند اوريفلام هما واحد لي فيرني الترا توندونس
ثلاثة ديال الألوان اللي جدادين جاو باش يعززوا لنا لا غام جورداني ديال ليفيرني. هي لو ستيل بلو كافي كريم اي رويال امرود. اشنو كيحققوا لنا؟ هما عندهم واحد لابريونس رائعه كيبقاو لينا مده طويله ساهلين في الاستعمال، الفرشات ديالهم زوينه وسهله في الاستعمال. الناس اللي عندهم مشكل واش ما كيقدوش يصبغوا بوحديتهم، الوغ الفرشات ديالهم ساهلين. واللي زوين اكثر هو انه كينشفوا بسرعه، يعني واخا نكون مزروبه وخارجه دغيا الخدمه ولا معروضه ولا هذا نقدر نديرهم وغادي نشفوا بسرعه ونخرج ونكون في الموعد ديالي. لوف ناتور، الوغ لا غام لوف ناتور، العينين بالبشره والعينين بالجسم والشعر، شنو جابت لينا اليوم؟ جابت لينا واحد لا غام بالنسبه لابوستيش. هاد لا غام هادي بالشوفان ولا أليكس تري دافوان كما تنقولوا، الشوفان معروف انه مرطب ومهدئ للبشره. متكونه من ثلاثه ديال لي برودوي، ثلاثه ديال المنتوجات. كاين لو نيتوايون باش نيتوايو الوجه ديالنا، وحنا كننصحوكم دائما انكم تستعملوا لو نيتوايون بور لو فيزاج، ما نستعملوش لو صابون. الوغ توجور نستعملوا لو نيتوايون بور لو فيزاج باسكو لي صابون نورمال كينشفوا لينا البشره. باغ كونطخ لو نيتوايو المنظف ديال البشره كيحافظ لنا على البشره ديالنا وعلى الرطوبه ديالها. كيغدي كيما قلت، هاد لاكام كتغدي وكترطب ومصالحه لجميع الاعمار. الوغ في الاول كنستعملو المنظف ومن بعد لو تونيك باش نحيدو باش نحيدو لي ريزيدو البقايا اللي كيبقاو في البشره، كنستعملوه بواحد لو كوطون. ومن بعد كنديرو لاكخيم. لاكخيم نقدرو نستعملوها في الصباح وفي العشيه، والمجموعه كامله هاد الثلاثه ديال لي برودوي غير ب 99 درهم في هاد الشهر هذا. كذلك لوف ناتور جابت لينا هاد المره هادي لو شامبوان بور لي شوفو سيك، الشعر الناشف بنوا دو كوكو والقمح، حجم كبير بمناسبه الدخول المدرسي باسكو لي بيدجي ديال الناس كيوليو تيتقلصوا شي شويه مع الدخول المدرسي. الوغ حنا كنفكر في الزبناء والمستشارين ديالها. داكشي باش دارت لينا واحد لي زوفر اكستراوردينير هو ديال لوف ناتور لو شامبوان. لو شامبوان 500 ml وغير ب 49 درهم. كذلك لوف ناتور لو باندوش لي زوين بزاف بالنعناع والفرومبواز، حتى هو 500 ml وغير ب 65 درهم غير في هذه المناسبه هذه. الوغ نبغيكم تقتنيوه، راه واحد لي برودوي رائعين بزاف بزاف بزاف. سورتو لو جيل دوش فيه واحد الحبيبات اللي كيديروا انغوماج وكينشطوا الدوره الدمويه ديالنا. كذلك الوغ كما كنعرفوا دائما بان اوريفلام كتهتم بالبشره ديالنا وكتهتم بالانسان من راس الرجل، الوغ كنلقاو لي برودوي كاع اللي كنحتاجو بوغ لي جين ديالنا اليومي من راس حتى للرجل. الوغ لا غام فيتاب هاد المره جابت لينا واحد سبراي انتي ترانسبيران بوغ بالنسبه للرجلين، الوغ اللي كيدوم حتى 36 ساعه كيحمي لنا الرجلين من الروائح وتينشفهم وخصوصا ما بين الصبيعات ديال الرجلين. واللي كنقدو نستعملوه بالنسبه للناس اللي كيوقفوا بزاف ولا كيخدموا بزاف ولا كيلبسوا سبريله ولا صباط بزاف نهار كامل، الوغ رائع ليهم ورائع وبثمن مناسب غير ب 55 درهم. وهو لافونتاج كذلك انه كينشف دغيا، الوغ نرشو على الجنية من بعد ما نطويهم قبل ما نتقشر، الوغ فاش نديرو تينشف دغيا دغيا. ميغ اوفر دو كاتالوغ سي اكلا بوغ هوم، اكلا سبور بوغ هوم، هاد المرة غير 130 درهم، شرط اننا نشريو 200 درهم من لو كاتالوغ. اوكي، الوغ هذا هو لوفر درايفر ديال هاد الشهر هذا. كذلك كاين واحد لو برودوي رائع ومن اكثر المبيعات عندنا في العالم وفي المغرب خصوصا سورتو بالنسبه للشعر اللي ناشف اللي كيحتاج تغذيه
وسورتو اننا من بعد ما رجعنا من العطله والصيف والشمس والبحر والسباحه وهذا الوغ خصنا نهتموا بالشعر ديالنا. كاين لو شامبو ميلك اند هاني، ميلك اند هاني واحد لو شامبو اللي غني عن التعريف بالنسبه للزبناء والمستشارين ديالنا، ولكن بالنسبه لي ما تيعرفوش وغادي يشوفوا لا فيديو ديالنا انا كنصحهم به باسكو رائع جدا، متكون من العسل والحليب. واللي زوين اكثر هو انه هذه المره هذه افضل الاسعار في هذه السنه هو ب 25 درهم، هذا دو بري هذا اكسيبسيونيل وسورتو بور لا رونتري سكولير. كذلك كما كتعرفوا بان اوري فلام هاد السنه كتحتفل 50 سنه الوجود ديالها في العالم و20 سنه الوجود ديالها في المغرب، داكشي باش منحتنا هاد المره شق كتالوج هاد السنه كتحتفل بينا بهاد ال20 سنه وكتعطينا دي برودوي بواحد الثمن اكسيبسيونيل. الوغ غتلقاو لي كريم سوفت بغير ب 39 درهم هاد الشهر هذا. وغتلقاو في اخر الغطاء ديالنا ديال الكتالوج هاد لي ماسك بوغ لو فيزاج لي رائعين وناتشوريل ديال الخيال ديال الشوفان ديال وايلد سكين. الوغ كلهم دي ماسك غير بسبعة ديال الدراهم فقط، هذا لو بري ديال الكتالوج، وخصوصا ان البشره ديالنا من بعد الشمس انها كتأثر ماشي شويه كتأثر بزاف. الوغ هذا هو لو مومون اللي نهتموا بها وباش نديروا دخول رائع. غير التذكير كما الناس اللي كيتابعوا اوريفلام والمستشارين ديالها والزبناء ديالها، الشهر اللي فات لونسينا واحد لاغام جديده اوبتيمالز ايفن اوت، ولكن هاد لاغام هادي كانت عندنا ولكن الان جات حله وتركيبه جديده ومتطوره جدا بواحد التقنيه التيمي لايت كومبلكس. بالنسبه للنساء اللي عندهم مشاكل ديال البقع السوداء وخصوصا حنا في المغرب عندنا الاشعه الشمس الحمد لله كتبدا الصيف ديالنا كيبدا بكري، والوغ عندنا واحد الوقيته كبيره في السنه اللي كتكون عندنا فيها الشمس، وعندنا بزاف ديال النساء اللي كيعانيو من هذا المشكل هذا. الوغ انا ننصحهم انهم يستشروا مع المستشارات ديال اوريفلام ولا المسؤولات التجاريه ديال اوريفلام ولا كذلك الخبيره ديالنا ديال التجميل على استعمال ديال هاد لاغام هادي. ومرحبا بكم الى عندكم اسئله اخرين عليها، لانها هي واحد الحل للمشكل ماشي دي برودوي عاديين، بالعكس متطوره جدا وظلات تحت الابحاث مده طويله باش يخرجوا لنا واحد لي برودوي اللي كيديروا باش يخرجوا لنا دي برودوي حل للمشاكل ديالنا اللي كتعاني منها البشره. هي هاد لاغام هادي متكونه من مواد طبيعيه سويديه فيها دي فيتامين وزيوت اساسيه، لا تكستور ديالها خفيفه ليجير يعني كتابسوربا رابيدمون من طرف البشره ديالنا و سون بارابين، وهذا مهم بزاف للبشره ديالنا. ومن بعد كتعطينا واحد البشره موحده الى داومنا الاستعمال ديالها واحد لا بيريود واستعملناها بالطريقه الصحيحه كتعطينا واحد البشره موحده ومشرقه ورائعه جدا وغادي تعجبكم بزاف. هي مكونه من 6 ديال لي برودوي، هي مكونه من 6 ديال لي برودوي من 6 ديال منتوجات الروتين اليومي ديالنا. وجبت لنا كذلك واحد الحاجه جديده اللي هي لا كريم دو جور ايفن اوت. هاد لا كريم هادي بواحد العامل الحمايه ديال 35 كتبروتيجي كتحمي البشره ديالنا من المشاكل اللي كتحدثها الشمس وخصوصا اشعه الشمس فوق البنفسجيه، كتحمينا البشره ديالنا من البقع السوداء ومن التلوث، وثمانيه ديال النساء من بين 10 اللي كيكونفيرميو بانها كت واحد نوع البشره وكتعطي اشراقه
وكتبيض لنا لا بو ديالنا. كاين لا روتين اليومي ديال اوبتيمال. الوغ كما كتعرفوا لا روتين ديالنا ديال اوريفلام اللي كنصحوا بها دائما هو 4 ديال المراحل، جوج دقائق في الصباح وجوج دقائق في العشيه. هادو بالنسبه لي روتين ديال اوريفلام كاملين. الوغ اول حاجه وفي الصباح وفي العشيه كوم جي دي. الوغ اول حاجه هي ليطاب ديال التنظيف. ليطاب ديال التنظيف كنديروها افيك لا موس نيتوايونت ايفن اوت اوبتيمال ايفن اوت. من بعد كنمسحوا كنمسحوا البشره ديالنا بطونيك كلاريفيون اوبتيمال ايفن اوت افيك ان كوتون. من بعد كندوزو للمرحله ديال لي زيو. كنستعملوا لا كريم بيرفكتريس pour contour des yeux optimales. L'étape telle il y a le sérum illuminant optimal even out. باش نحفزوا الخلايا ديال البشره باش تستقبل لينا لا كريم ديالنا. وهاد لي سيروم كيكونوا très concentré وجامعين اهم لي زانغريديون اللي موجودين في لا غام كامله بواحد لا كونسونطراسيون فعاله جدا. من بعد كتجي مرحله ديال الترطيب ولا التغذيه. الوغ بالنسبه للكريم ديال النهار سي بوغ الترطيب ولا كريم وكيكون فيهم واحد نسبه عامل الحمايه. ولا كريم ديال الليل سي بالنسبه للتغذيه البشره. لوفر سبيسيال ديال هذا الشهر هذا هو ان اوبتيمالز ايفن اوت. الى شرينا لا روتين كنحصلوا على لو ساك ديالها غراتويتمون. ما فيها بس نذكروا بالمنتوجات ديالنا الرائعين لي غام لا غام نوفيتش افيك لي غام ديالها بخمسه اللي عندنا تروبل افكشن. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الاشراقه، بالنسبه لي جون ايتوديون اللي باغيين يحصلوا على اللي كتبدا البشره ديالهم كتبهات وبغاو يحصلوا على الاشراقه ويستعملوا الاشراقه ديالها وباش يحافظوا وي اونتيسيبيو يعني الحمايه قبل من اللي غيد. من بعد كاينه لا غام ايكولاجين بالنسبه للناس ما بين الثلاثينات اللي اونتي غيد. غام نوفيتش برايت سوبليم اوسي لمحاربه البقع السوداء. وكاينه التومات ليفت الترهل ضد الترهل ولي غيد بروفوند. ومن بعد كتجي لا غام تايم ريستور بالنسبه للنساء اللي عندهم 50 سنه فما فوق اللي عندهم دي غي تري بروفوند. الوغ هاد لا غام غير هاد نوفيتش كامله هاد واحد لي غام اللي خدعوا لواحد الابحاث طويله جدا كتفوق 11 سنه في فلام وهما حل المشكل وكيجمعوا ما بين احسن ما كاين في الطبيعه السويديه واخر ما كاين في التكنولوجيا. كذلك عندنا ليكرون نوفيتش عامل حمايه 50 بلس اللي هو واحد المنتوج رائع جدا. والمستشارات ديالنا والزبناء ديالنا اللي استعملوه كيشكروه بواحد في المغرب كيشكروه بواحد الطريقه هذا وما كيستغناوش عليه. علاش؟ لانه حقق لهم هذوك الاحتياجات ديالهم. فهو بالنسبه كي بروتيجي لنا لابو ديالنا من اشعه فوق البنفسجيه كيحارب لنا في نفس الوقت لي يهيد وكيحمينا من لابوليسيون من التاثيرات الخارجيه ديال البيئه اللي ولات وللاسف عندها تاثير ديريكت على البشره ديالنا. ودابا غادي نخليكم مع مدام اسماء باش تكتشفوا معنا المستجدات ديال اوريفلام من هذا الشهر. انتبهوا مزيان باسكو كاين حوايج رائعين جدا. ميرسي حسنة. دابا غادي نشوفوا لو بروغرام في اي بي ديالنا ديال شهر تسعود. دونك
كيف ما شفتوا فهاد الشهر هذا اوليفلام عطاتنا واحد المجموعه رائعه ديال لاكاراف بسته ديال الكيسان ديالها اللي من سوميلي كريستال اللي هما رائعين بزاف حتى في الشكل ديالهم زوينين اللي بواحد الثمن غير 39 درهم. اي واحد يقدر ياخذ هاد المجموعه هذه سواء الناس ديالنا القدام او لا الناس الجداد اللي عاد غيلتحقوا بينا خاصهم غير يقدموا طلبيه ديال 125 نقطة في هذا الشهر وغادي يحصلوا على هذه المجموعة الرائعة في نفس الشهر اللي هو شهر 9. بالنسبة للبروغرام ديال الترحيب برنامج ترحيب لباك ديالنا دونك فبالنسبة للناس اللي غيتسجلوا معنا هذا الشهر وغادي يدوزوا لا كوموند ديال 100 نقطة في شهر سعود في الشهر الماجي غادي يحصلوا على هذه المجموعه ديال الاسانسيال فيرنيس غير ب 49 درهم ملي كيقدموا اول طلبيه ديالهم تكون فيها على الاقل 20 نقطه غيحصلوا على هذه المجموعه غير ب 49 درهم في شهر 10. الا تمكنوا انهم يكملوا 100 نقطه في شهر 10 ففي شهر 11 غادي يحصلوا على الباك ديالهم الثاني اللي يمكن لهم يختاروا اي مجموعه من هاد المجموعات هادو بالاختيار ديالهم اللي بالثمن مناسب اللي هو 49 درهم اللي الثمن الاصلي ديالهم كيفوق هاد الثمن هذا دونك ملي غيدوزوا 20 نقطه في شهر 11 غيحصلوا على هاد المجموعه والا تمكنوا انهم يكملوا 100 نقطه في شهر 11 في شهر 12 كذلك غادي يحصلوا على الباك ديالهم الثالث اللي غيختاروا مجموعه من اختيار اي منتوجات من الاختيار ديالهم منين غادي يديروا 20 نقطه في شهر 12. دونك هاد لي باك فهما زوينين بزاف سواء كنستعملوهم للاستعمال الشخصي وهي فرصة أننا نجربوا المنتوجات ديالنا خصوصا ديال أوليفلام خصوصا أننا كنكونوا ناس جداد أو لا نقدروا نبيعوهم وكمسا كنستفدوا من القيمة ديالهم. عندنا واحد العرض اللي هو رائع بزاف اللي تحدي ديال العيد الأضحى. هاد التحدي كيف ما قلت زوين بزاف وفي متناول الجميع وأي واحد يقدر يشارك في هاد المسابقة دونك الشروط سهلة بزاف. شنو خاصنا نديرو هو أننا نديرو مستوى جديد يعني 12% مستوى جديد ديال ماناجر يعني 12% أو لا مستوى ديال 15% أو لا 18% أو لا 21% الأول مرة وكذلك نتمكن أنني ندير 125 نقطة في هاد الشهر وفي شهر 9 و 125 نقطة في شهر 10 ونقيد معايا جوج ديال الناس كل واحد فيهم خاصو يدير 100 نقطه ديالو في الكود ديالو دكوغ وهكا غادي نقدر نحصل على تليفون اللي القيمه ديالو 1500 درهم ولا عندي ماناجر معايا في الفريق ديالي خاص الفرق بيني وبينه يكون 1400 نقطه ولا كان 21% سينيور ماناجر ومعاه واحد الماناجر حتى هو انه تمكن يدير 21% فخاص الفرق ما بيناتهم يكون 4000 نقطه وإلا تمكنت أنني ندير جوج ديال المستويات جداد يعني تمكنت أنني ندير 12% الأول مرة وفي نفس الشهر عاوتاني كملت 15% يعني جوج ديال المستويات في نفس الشهر نقدر ناخذ غادي ناخذ تليفون ديال اللي القيمة ديالو كتساوي 2500 درهم اللي هو رائع بزاف أولا مستويات ندير 15 و18 أولا ندير 18 و21 المهم أنني ندير جوج ديال المستويات في نفس الشهر غادي نحصل على تليفون اللي القيمة ديالو 2500 درهم دونك هذا التحدي كيف ما قلت فهو زوين وسهل واي واحد يقدر يشارك في هذه المسابقة هذه وحنا راه الإشارة ديالكم في أي حاجة غادي تحتاجوه دونك بالنسبه لهاد لابليكاسيون ديال اسيستانت ماكياج ديال اوليفلام فهو واحد الميروار واحد المراه فيرتوييل اللي كان تيليشارجيوها غراتويتمون في التليفون ديالنا تتصلح لينا وتتصلح للزبناء ديالنا باش يجربوا مثلا لي روج ا ليف كتجربوا وكيبان لها اللون ديالها اللي وجه معاها اولا ما جاش معاها في المرآة مباشرة وهكا كتسهل علينا البيع وإقناع الزبناء أنهم يشريوا أكثر يعني إلا جربات لو روج ا ليف
تقدر تبغي تجرب ماسكارا تجرب كرايون تجرب ايلاينر تجرب بزاف ديال لي برودوي اي كوم سا غادي يعجبها راسها ملي غادي تشوفو في المرايا وغادي تمكن انها تشري من عندكم اكثر داكوغ فحاولوا تيليشارجيوها في لي تيليفون ديالكم لانها غتعاونكم بزاف في الخدمه ديالكم والكليان ديالكم كيتقنعوا اكثر وبواحد الطريقه اللي هي سريعه دونك حاجه واحده اخرى اللي بغيت نشوف معكم فهما السفريات فاوريفلام كتقدم لنا سفريات اللي داخل وخارج المغرب هاد السفريات هادو كيكونوا عباره على دي فواياج دو لوكس اللي كدير لنا اوريفلام للاغلبيه ديالكم مشاو وشافوا كيفاش كيدوزوا هاد لي سيمينار ديالنا دونك اول سيمينار فهو عندنا سيمينار دي ديريكتور اللي غادي يكون في شهر جوج في 2018 الناس اللي داروا مستوى ديال ديريكتور فما فوق الاول مره فهما ديجا ضمنوا المكان ديالهم في الحضور ديال هذا السيمينار والناس اللي مازال فبقى عندنا الفرصه باقي عندنا الوقت فين نكملوا الشروط ديال التاهل وبالنسبه للناس اللي مازال ما تاهلوش فيخصهم يتمكنوا انهم يديروا 21% لاول مره في هاد الشهور هادو اللي بقاو لينا وشهر 12 كيكون ضروري باش يكون التاهل ديالهم معنا لليله وحده في شهر جوج السيمينار ديال لي ديريكتور دونك كذلك عندنا سيمينار اللي كيكون خارج المغرب اللي هو لا جولد كونفرنس اللي الفتره التاهيل ديالو كتكون من شهر 4 حتى لشهر 3 بالنسبه للناس اللي خدامين على هاد الفواياج فباقي عندنا الفتره انهم يتمكنوا انهم يتاهلوا ويمشيو لهاد الفواياج الرائع اللي غادي يكون في باريس العاصمه الفرنسيه وكذلك الناس الاخرين فيقدروا انهم يتداركوا الموقف ويحققوا المستوى ديالهم باش يتمكنوا انهم يتاهلوا شكرا بزاف على الحضور ديالكم وكنشكركم بزاف وكنتمنوا تكونوا استفدتوا معنا في هذا لا بريزونطاسيون ديال الكتالوج سعود ان شاء الله فرصه قادمه Thank you.